مقدمة صغيرة. أنا أشعر بسعادة بالغة للدعوة الكريمة التي وجهت إلي من زملائي السادة المستشارين رئيس وأعضاء قضاة نادي مجلس الدولة. هذه الدعوة أثارت شجونا كثيرة، فلقد عينت في السلك القضائي لمجلس الدولة عام 1956، واستمريت في هذا المنصب حتى عينت رئيسا لمجلس الدولة في عام 98، وكنت قبل ذلك وأثناء عملي نائبا للرئيس كنت رئيسا لنادي قضاة مجلس الدولة لسنوات عديدة. حينما عينت رئيسا لمجلس الدولة وكنت وقتها رئيسا لنادي قضاة مجلس الدولة، رأيت من المناسب أن أترك رئاسة النادي لزميل آخر. لماذا من المناسب؟ من المناسب لأنه وجدت أنه من غير المقبول أن أكون رئيسا لمجلس الدولة وأكون في نفس الوقت رئيسا لنادي قضاة مجلس الدولة. على أثر ذلك اجتمعت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، وعلى أثر تنازلي عن رئاسة النادي واحتفاظي بطبيعة الحال برئاسة مجلس الدولة منذ عام 98 رأت أن تمنحني الرئاسة الفخرية. لأن ده كان قرار منفرد لحضرتك، القانون لا يمنع. لا، القانون لا يمنع، ولكنني وجدت أن ذلك يعني الاستحواذ على المنصبين من غير الملائم. عايزة بقى من الرحلة دي اللي حضرتك بدأتها في نادي قضاة مجلس الدولة إلى الآن، احنا شايفين ان قضاة مصر كانوا مستهدفين في الفترات اللي فاتت زيهم زي قواتنا من الجيش ومن الشرطة. حضرتك شايف ان الخدمات اللي بتتقدم لهم من خلال النادي حاليا ولأسر الشهداء منهم بشكل خاص، هل هي كافية ولا المفترض ان يكون في رعاية ليهم بشكل او اخر؟ هو طبعا في الفترة اللي كنت أنا موجود فيها ما كانش يعني ما كانش هذا السؤال مطروح، ولكن يمكن هذا السؤال طرح بعد ذلك في فترات لاحقة. لكن يعني أنا مع سيادتك أن كل دعم وكل تكريم لأسر الشهداء أنا معه ومعه بكل قوة، لا جدال في هذا. و التضحية التي يقدمها الشهيد وخاصة إذا كان هذا الشهيد من الأسرة القضائية هي تضحية غالية، يعني هي تساوي تماما تلك التضحيات التي تقدم من قبل القوات المسلحة ومن قبل الشرطة. هل القضاء حاليا مستهدف؟ مش القضاء بس المستهدف، أنا أوضحت لسيادتك قبل كده أن فئات كثيرة مستهدفة، يعني القوات المسلحة بما تبذله من الدفاع عن الوطن مستهدفة، قوات الشرطة بما تقدمه من الحفاظ على الأمن الداخلي مستهدفة، بعض القضاة نتيجة الحكم في قضايا الإرهاب مستهدفين. هذا هو التفسير. الرسالة اللي ممكن توصل للمشاهد والأهالي الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو القضاء من خلال التكريم، عايزين نقول إيه للمصريين ولأعداء الوطن في الداخل والخارج؟ عاوزين نقول لأسر الشهداء إحنا معاكم، وإحنا بنحيي ذكرى الشهيد، وإحنا بقلوبنا معكم، وإحنا يعني أي خدمات أنتوا بتطلبوها إحنا مستعدين لها تماما يعني. وما اعتقدش ان في شيء في الدنيا اغلى من الشهاده. الشهيد بيقدم روحه فداء لوطنه وفداء لبلده.
سيادة المستشار، الإصلاح الإداري أو إصلاح جهاز الحكومي للدولة، نعم، أظن ده بيكون مسؤولية مباشرة وغير مباشرة لقضاة مجلس الدولة، لأن هم اللي بيتعاملوا مع موظفين الحكومة بشكل أو آخر. طيب حضرتك شايف إن فعلا الفساد منتشر والترهل الحكومي اللي موجود واللي كان موجود قبل كده، خلينا نقول إن ممكن نواجهه إزاي؟ خاصة إن حضرتك عارف إن الجهاز المركزي للمحاسبات اللي حضرتك كنت بتشغله تقارير كتيرة صدرت عنه بتقول إن نسب الفساد أصبحت يعني غير مبشرة للغاية. أقول لسيادتك أن محاربة الفساد أساسا هي إرادة سياسية، تكمن أساسا في الإرادة السياسية. وأعتقد لو مش عارف يعني سيادتك تذكري يعني التقارير التي قدمتها أثناء رئاستي للجهاز المركزي للمحاسبات، والكلمة التي كنت ألقيها سنويا أمام مجلس الشعب موضحا فيها يعني كل ما تعانيه الدولة في هذا المقام، لو سيادتك رجعتي لهذا هتجدي فعلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان له دور، وكان له دور فعال في هذا المجال. وزي ما قلت أولا وأخيرا يعني القضاء التام على الفساد بيعود أولا وأخيرا إلى الإرادة السياسية لرئيس الدولة. يعني مواجهة الفساد وخطوات مواجهة الفساد هي رجع للإرادة السياسية، السياسية لا جدال. بس هل هي قادرة؟ يعني هل الإرادة السياسية وحدها ممكن تكون الإرادة قادرة؟ الإرادة السياسية قادرة بمعاونة كافة الأجهزة الرقابية. رسالة حضرتك للدولة، للحكومة، لقضاة مصر من خلال شاشة المحور، للشعب المصري نفسه، ممكن تقول لهم إيه بخبرتك في مجال القضاء يعني طبعا مطلوب أساسا هو يمكن نتيجة سيادتك تقصدي بهذا السؤال هو نتيجة تحرير سعر الصرف، وإن كنت ما قلتيش صراحة، لكن يعني سيادتك تقصدي بهذا، وما نتج عن هذا من ارتفاع كبير في الأسعار. المقصود طبعا هو الرقابة، والرقابة الشديدة على الأسواق، والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين. ويمكن لابد أن نسجل أيضا يعني بكل الخير ذلك الانخفاض الملحوظ بعد ما كان المسألة وصلت إلى الدولار 20 جنيه، النهاردة بنسمع أن الدولار وصل إلى 15 وشوية، إذن في تقدم وفي بشرة. يعني نحن نبشر أنه في خلال إن شاء الله يعني الستة الأشهر القادمة حيكون في خير وخير كتير، ويجب أن احنا جميعا يعني نتحلى بالأمل ونتحلى بالصبر. ومصر طول عمرها في المقدمة، وطول عمرها حتظل دائما في المقدمة بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله مصر هتظل في المقدمة طول ما عندنا شخصيات ونماذج زي حضرتك بتدينا الأمل. بشكرك على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جدا.